الحدا الوحيده اللي كانت هي ديال البقالي مروان، بطلب منه هو اللي ولا ما قدرش حتى يواجهني، صيفط لي الكادر ديال ليكيب اللي هو الاعمده ديال ليكيب اللي هما نوصير وكذلك اعراب، هضر معاهم كنقوى قال لهم انا كنحس راسي بان ما نقدرش نلعب مع هذا الفيكتيف، عفاك لما دولوا مع الكوتش جاودوا معايا قالوا لي راه ما نقدرش يدوي معاك، راه باغي يمشي بريتي باغي يسمو لي انا عارف راسو بحال ما يقدش ينافس. انا بالنسبه لي كنشوف عنده امكانيات يمكن لها تطور، ولكن ملي كتوصل اللاعب ما عندوش ثقه باش ينافس وكيفقد الثقه في راسو، فمن طبيعه الحال يمكن لكش تعول عليه، فالبين بين الرغبه تاعو ماشي الرغبه ديالي، البين الرغبه تاعو باش يمكن المكتب فسخ مع العقد، وهذه امور عاديه وكيمكن لا توقع ماشي غير في طنجه، كلها توقع في بارسا في لوهوني وفي بارسلون وفي مانشستر في مدريد، والامثله راهي كثيره لا مجال لذكرها. لهذا الحمد لله الامور عندنا حنا واضحه، كنشتغلوا بواحد الوضوح، كاينه واحد الرغبه كبيره باش الفريق يكون في المستوى ديال المحبين تاعو، باش الفريق يخرج من الاكراهات اللي عاشها، وتنظن لا بقات هذه الجهود غاده بحالها. فالحمد لله كنتاكد الجميع بان فريق اتحاد طنجه غادي في الطريق الصحيح وفي السكه تاعو الصحيح. من طبيعه الحال مادام ملي كتلقى في معسكر عندك ملاء عندك ملعب فين تدرب عندك لاصال ديال اللياقه البدنيه في اعلى مستوى باش تخدم، عندك جميع الامور باش يمكن لك الوسائل ديال العمل، فهي عندك الناس بجنبك كيوفروا لك اي حاجه كتوقع الا كتلقاهم واقفين. من طبيعه الحال فالمعسكر فهو وفى بالامور تاعو. كذلك كنقول باقي عندنا بعض الرتوشات، علاش؟ لان رغم الانتدابات اللي درنا ملي كنشوف الفريق اللي صابنا فريق في المستوى، ولكن لا غادي ندوي على 4-5 ديال المباريات اوكي، كاين اللي عنده على 30 مباراه بليس لا كوب، كنعرفوا كاين الاصابات، كنعرفوا كاين لا غريب فوق الشتاء وفوق البرد، كنعرفوا كاين الكوفيد، فهنا لا بتخص واحد جوج ديال التطعيمات اللي يمكن لها تغطي لنا بعض الخصائص ديال لافينيو. وتنظن بان المكتب فهو متبع معايا طابلو اللي قدامي في اي بوله ملي كتشعل كيخصنا نعرفوا كيفاش نطفيها وكيفاش نتعاملوا معها. تنظن بان غادا فكره واحده خاص هاد الانتدابات باش يمكن لهم يجيو، والمكتب الان راه كيشتغل باش يحاول يغطي هاد الخصائص هذه. وتنظن بان القرعه بحال ما كندويوش على مجموعه، كندو على موسم كامل، وموسم كامل ما كيتوقفش على مباراه او جوج. فتنظن الانسان ملي كيعرف راسو ما كيهموش باش يعرف الخصم، حنا الا كنا مستعدين وواجدين فهاد المباريات كلهم راه غادي نلعبوهم، ما غنلعبوش اليوم مع الوداد وغدا مع الوداد وبعد غدا مع الوداد، راه غادي نلعبو مع فرق اللي هي مختلفه بالقوه تاعها بالضعف تاعها بالمشاكل تاعها، اللي كيخصنا حنا هما كيخصنا نحسنوا حنا راسنا ونكونوا جالبين لجميع الامور يمكن لا تواجهنا، وهذا الشيء اللي كنشتغلوا عليه باش الفريق ان شاء الله يدير واحد الموسم قار وموسم اللي كينشط الجمهور ديالنا. وتنظن الكلمه ديال الجمهور ديالي للجمهور فانا قلتها وكنعاود نقولها، الجمهور الا فهم الاكراهات اللي عشت في طنجه هذه واحد 3 سنين أو 4 سنين والاكراهات الماديه والوضعيه ديالو، وتفهم الطريقه ديال العمل تاعنا واش كيفاش بغينا نبداو منين بغينا ندوزو وفين غادي نوصلو، فكنظن فالجمهور غادي يسالنا وغيتفهم لان هو ادرى بالامور ديال طنجه. اش كنطلب منه؟ كنطلب منه الصبر، وحنا ما يمكنناش ننزلوا يدينا باش الفريق نوصلوا للمكان تاعو الصحيح.